بنتي عندها الإسهال، يعني لا دياغي كرشها جارية، ما تقلقش كاين الحل. أملاح إعادة التمييه، كيفاش نحضروهم؟ نحطو لتر ما يغلي، بعد الماء مغلى مليح نحطوه يبرد، نذوبوا فيه كيس واحد من أملاح إعادة التمييه، نمد البنت تشرب الأملاح ونحافظ على وجباتها الغذائية اليومية. نكرر هذه العملية كل 24 ساعة ولا ما براتش، ما عليا غير نديها للطبيب.